زي ما كنا بنتكلم معاكم في بداية الحلقة، الألعاب الإلكترونية بقت جزء من حياة مش هقول الأطفال، الأطفال والكبار، لكن بما إن احنا بنتكلم عن الأطفال تحديدا، الحقيقة إنه كان في تحذيرات كتير من بعض الألعاب الإلكترونية اللي ممكن تصيب الأطفال بالتوحد أو بالعنف، وبيكون ليها تأثير سلبي على سلوك الطفل في المراحل السنية الأولى. مش بس كده، الحقيقة إنه ممكن الوضع يتطور كمان لمرحلة الإدمان. خلينا نتكلم عن خطورة وأضرار الألعاب دي، إزاي نقدر نحمي أولادنا منها، إزاي نقدر نقننها كمان لأولادنا، مع دكتورة سهام حسن الأخصائي النفسي وتعديل سلوك الأطفال. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير. نورنا في صباح الخير مصر. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. طيب، في البداية عشان الولاد ما يزعلوش مننا، هل الألعاب الإلكترونية في المطلق مضرة؟ طب ما يزعلوا. ما ينفعش. لا بصي، هقولك على حاجة. الزعل لو أنا هبقى في مصلحة ابني، زي بالظبط كده ما بقولك مثلا ما تديش لابنك مثلا حاجة معينة لا قدر الله هتضر وهتسمه أي حاجة من الحاجات دي، هتبعديها عنه. فأنت ذكرتي في وسط الانترو أن أنت بتقولي إيه، احنا مش عايزين نوصل لدرجه الادمان، وهي دلوقتي عالميا مصنفه ان هي من الحاجات اللي بتسبب الادمان حرفيا. فبالتالي لما انا ابقى عارفه ان انا ابني لو تخطى عدد ساعات المشاهده المناسب لسنه وصل لحد الادمان، والدرجه دي هتاثر على تركيزه وانتباهه ومستوى تحصيله الدراسي وفيما بعد مهاراته العقليه اللي بيستخدمها في الحياه اليوميه، يبقى لا، يبقى الضرر هنا واضح وصريح. وان انا لما بقنن او بحدد وقت للأجهزة الإلكترونية في حياة ابني، أنا وهو في منفعة وفي مكسب، يبقى بقنن مش بمنع. بالظبط. يعني المنع خالص، خلينا نقول برضو أن أنت غصب عنك، أنت مثلا كأم أنت قاعدة ماسكة الموبايل، وفكرة أن احنا طول الوقت فاتحين التلفزيون، ما التلفزيون برضو من الأجهزة الإلكترونية، كل الحاجات اللي حوالين الطفل دلوقتي بقينا نستخدم فيها الإلكترونيك. فبالمنطق كده أنا لو همنع، طب ما هو هيطلع بره مثلا في المدرسه، هيدخل اللاب في المدرسه، هيشوف الولاد مثلا او في مرحله المراهقه اللي جايبين معاهم الموبايل، كل الحاجات اللي حواليه هي ماشيه في فكره الالكترونيك. فانا المنع لا، ولا الافراط برضو لا، لما يكون في طريق ما بينهم هما الاثنين والوقت المناسب هو اللي يتطبق ويتحدد ويتنفذ، ولو خالفت ال 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 الجزء ده واتعصبت، او في امهات تقول لك مثلا بيرمي نفسه على الارض، بيعيط، بيصرخ، بيكسر اللي حواليه، هي كلمه واحده تمام. لو انت هتفضل معترض انا هسحب الموبايل خالص. طب ما هو القلب الرهيف هنا يا دكتور، يعني ما هو بيكسر وبيترمي بس في مشاعر يعني امومه وابوه في الاخر بيخضعوا للنوع ده من انواع الابتزاز، انا بسميه ابتزاز، هو بيبتز والده او والدته بفكره اللي انا، طب انا هعيط فهصعب عليكم فهتعملوا اللي انا عاوزه. تمام. وامتى احس ان انا لا، انا هنا بقيت مفرط، فلابد ان انا يعني احاول ان انا الم الموضوع شويه. اوكي طيب، خلينا نقول الاعمار والوقت المناسب لكل عمر او كل فئه او مرحله عمريه، عشان نقول بقى يوم ما نيجي نعدي الوقت ده اللي هيحصل. اولا تحت سن الثلاث سنين ممنوع منعا باتا تعرض الطفل لاي جهاز الكتروني، ممنوع اصلا ولا تلفزيون. يعني كل الدراسات، يعني دراسه المانيه بتقول لك ان الطفل اللي بيتعرض تحت عمر الثلاث سنين لاجهزه الكترونيه جريمه، جريمه في حق الطفل. ليه بقى؟ لان انت في المرحله اللي الطفل محتاج فيها يتغذى بالكلام اللي بيسمعه علشان يطور مهاراته اللغويه ويبدا ان هو يدرك الحاجات او المحيط اللي حواليه ومهاراته العقليه تتطور، انا وقفته مره واحده وعرضته لشاشه بوظت لي كل ده. صحيح. حرمته من المتعه والتواصل الاجتماعي وتنميه المهارات بطريقه طبيعيه زي طفل تاني في نفس سنه وما تعرضش للاجهزه الالكترونيه. في امهات تقول لك ايه، طب انا بفتح التلفزيون او بسيب له الموبايل هو مش بينتبه ليه، هو بيبقى قاعد بيلعب في حاجه تانية بس هو شغال جنبه، ده ليه ضرر وليه تاثير على التركيز السمعي اللي هو بدوره بينمي لك المهارات اللغويه. وحضرتك بتتعلم اللغه ازاي؟ بالسمع. صحيح. فبالتالي بتلاقي ان انت وصلت عند سن معين وطفل لسه ما اتكلمش، او الطفل مهما بتنادي عليه ما فيش استجابه سمعيه، مع ان هو راح عمل مقياس السمع ودرجه سمعه كويسه جدا. فمعنى كده ان انا اثرت على التركيز السمعي والاستجابه السمعيه بدات ان هي يحصل فيها ضعف وتباطؤ في الاستجابه. طيب فوق الثلاث سنين، من الثلاث سنين لحد سن الثمان سنين مسموح للطفل بساعه واحده، من 3 ل 8 ساعة واحدة. بالظبط. ساعة واحدة مقسمة على أربع مرات أو مرتين، كل مرة ربع ساعة أو كل مرة نص ساعة، يعني مرتين نص في نص أو أربع مرات كل مرة ربع. لأن الضرر في تعرض الطفل للمحتوى بطريقة متواصلة، يعني الساعة ما تاخدهاش دايركت، أنت محتاجة أنت تقومي تعملي ريفرشمنت لمخك وترجعي تاني لعينيكي، أنت
طبيعه الحال لو ماسكه الموبايل فتره طويله بتلاقي ان عينيكي بدات توجعك. صحيح. انت مش مركزه ومنتبهه، لو حد دخل كلمك وخرج انت ما سمعتيش اصلا هو كان بيقول ايه. من الثمان سنين لحد سننا كده ولحد يعني مرحله الشيخوخه مسموح بساعتين بس. وانت متخيله ساعتين بس؟ ساعتين بس في اليوم؟ في اليوم كله اتعرض لاي كل الاجهزه الالكترونيه ساعتين مقسمين كل مره نص ساعه. ولازم تقومي تجددي نشاطك ولازم تقومي تتحركي لازم. لان يعني كتير جدا من الدراسات والابحاث العلميه في الفتره الاخيره قالت حتى ان قعده الموبايل هي بتاثر على فقرات الرقبه والظهر والصوابع في ايدينا حاجات كتيره جدا. فانت مطلوب منك لازم تتحركي، ما تفضليش على نفس وضعك فتره طويله. فالفكره انها نص ساعه وهقوم دي هي السبب منها او الغرض من وراها بخلاف طبعا القدرات العقليه اللي بتتاثر قدام الموبايل. طب دكتور احنا هنروح نشوف بعض التعليقات من يعني جمهور، نشوف بقى بيقولوا ايه وحضرتك تعلقي معانا على هذه التعليقات. في محمد اسامه رمضان بيقول صباح الخير عليكم جميعا، الحمد لله كل الالعاب اللي بنلعبها مفيده، كره القدم ومتابعه العباقره. ده اول تعليق. تعليق حضرتك عليه. لا ما هو تعليق. هنرد بقى كره القدم. ايوه ما يعني بيقول لك الالعاب اللي هو شايف ان هي عادي ما بتنمي المهارات، زي بالظبط الامهات اللي تقول لك انا بجيب له مثلا بازل او بجيب له الحاجات اللي هي شبه الالعاب المجسمات الحقيقيه في الواقع بس بخليه يلعبها على الموبايل. طب بتخليه يلعبها وقت قد ايه؟ تمام. ومن سن قد ايه؟ يعني حتى لو الالعاب مفيده. بالظبط، ما هي حتى لو مفيده انا لسه بقول لك ايه، تعرضنا للشاشه فتره طويله هو اللي بيأثر. بعيدا عن المحتوى، يعني المحتوى كده كده هنتكلم عليها وبيأثر على الجانب السلوكي ازاي. طب بالنسبه للمذاكره، طيب في ناس بتذاكر على ايبادز وعلى لابتوبس. طيب المذاكره عموما وحتى وقت كورونا لما كان كل الدراسه عندنا اونلاين كان المدرسين متفاهمين ده، وكان يا دوبك الكلاس ممكن يبقى نص ساعه ويخلوا الاطفال تقوم تعمل اي حاجه تانية وترجع تاني. لفكره ان هو غصب عنه هيتشتت، هيتشتت لانه قدام شاشه. صحيح. انهكت واجهدت التركيز البصري وكمان عينه، فطبيعة الحال هتلاقيه هو بدأ يدمع أو عينه بتحرقه. ميس مثلا بتيجي بتتكلم معاه أو بتنده عليه هو في دنيا تانية. وطبعا كانت في كومنت كتير كانت مشهورة على السوشيال ميديا إن هو قافل أو حاطط الشاشة الصغيرة وفتح هو فيديو بيتفرج عليه كرتون. فخلاص العقل فصل. أنت محتاجة من تلت لنص ساعة العقل ياخد بريك لو أنت مركزة في محاضرة مثلا أو في محتوى دسم. العقل محتاج ان هو يفصل شويه عشان يرجع تاني يجدد نشاطه فتستأنفي بقيه المحاضره اللي انت قاعده تسمعيها. فلكن انا المذاكره انا مستثنياها ليه؟ لان المدرسين متفاهمين ده فكانوا بيخصصوا وقت معين مش بياخدوا المحتوى تراك واحد. لكن انا دلوقتي بتكلم في ان الالعاب بتاعتنا مفيده، احنا قاعدين بنلعب مثلا كوره او ان احنا بنتابع مثلا فيديوز وحاجات، اوكي بس ادي لنفسك فرصه ان انت تقوم، مش فاتح الموبايل وبتحطه في الشحن لو هو فصل وبتكمل خمس ست لا ساعات. طبعا دي مفهوم، بس انا ليه بسال حضرتك السؤال ده؟ لان هي انا لو كنت في السن بتاع المذاكره يا احمد مثلا احنا بنذاكر على اللابتوب او ايباد او اللي هو زي بيحصل دلوقتي، ومثلا ماما جت قالت لي لا هي نص ساعه بس هتلعبي، ولا طب مثلا قاعده باي ساعه بذاكر؟ اشمعنى بذاكر مش مضر ودلوقتي مضر؟ قدره على الاقناع. فاحنا بس يعني بنحاول ان احنا نقول لحضرتك كل ال 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 الحيل. الحيل بالظبط. شكرا. كل الحيل عشان نقطعها. طيب في فرق ما بين ان انا هبقى قاعد بتابع محتوى في مذاكره فده محتوى بالنسبه لي دسم، وفي فرق ما بين الترفيه. والترفيه هنا لو انا اختزلته كولي امر وعودت ابني ان الترفيه مصدره الوحيد هو التلفزيون او الموبايل هو هيدخل لي من المدخل ده. لكن الترفيه ممكن يكون رسم، تلوين، ممكن يقوم يلعب اي حاجه، ممكن يقوم يساعدني مثلا هعمل له كب كيك او هعمل له الاكله اللي بيحبها، هينزل يساعد بابا في غسيل عربيه او هينزل يشتري طلبات، ما كل دي ترفيه. ممكن ينزل النادي يروح الكورس بتاعه في الميوزك او في الرسم، اي نشاط بقى يعمل ترفيه. انا بس اللي حطيت وربطت الترفيه ان هو الموبايل، روح يلعب على الموبايل شويه. عندنا ضيوف روح اتفرج على التلفزيون. الترفيه بيختلف من جيل لاخر. يعني الترفيه في جيلي انا، انا مواليد الثمانينات، الترفيه في جيلي انا ما كانش يعني كان اخرنا عارفه الاتاري اللي هو مدريع. ده كان اخر، ما كانش فيه بلاي ستيشن. يعني بالظبط. فهي فكره الترفيه بيختلف من وقت لاخر. انا وقتي كانت متعتي اللي انا اقعد 10 دقائق ساعه حتى على ده. دلوقتي الناس معلش اصل حضرتك قلتي اقل من 3 سنوات يبقى ممنوع منعا باتا التعرض لاي وسائل تكنولوجيه سواء كانت العاب او اي حاجه الكترونيه. في حين انا عندي ولاد اخويا مثلا سنتين، عاوز اقول لحضرتك ما شاء الله عليهم عباقره في اليوتيوب، بيعملوا حاجات والسوشيال ميديا بشكل عام انا نفسي ما اعرفهاش. طيب فالجيل بيختلف.
خليني اقول لك الجيل بيختلف من ربط اولياء الامور بالشيء اللي موجود حوالينا كجيل. زي ما انت قلت احنا لما بنقعد على الاتاري او حتى يا سيدي بينسونا قدام التلفزيون، احنا قاعدين قدام محتوى مفيد في نفس الوقت مفيش الالوان المبهجه والسرعه صحيح. اللي بيعتمد عليها المحتوى في الكرتون. السرعه دي هي اللي بتاثر لك على التركيز والانتباه، ما بين مشهد والتاني اقل من الثانيه. صحيح. العقل بيقف قدامه ان هو مش عارف ان هو يترجم ايه اللي حصل وياخد وقته في تحليل وتفسير المنطقي اللي المفروض العقل بيشتغل فيه في الجزء التحليل والاستدلال وحاجات كتير العقل بيقوم بيها. فبالتالي انا ببقى بعود الطفل على ان هو يختزل كل ده في وقت قليل، ما عندوش خلق يقعد يذاكر، عايز كل حاجه بسرعه، لو حاجه محتاجه منه مجهود ذهني يقولك مش عارفها، مش عايز، مش عاملها، عاملها انت وانا هعملها وراك. احنا بقينا في عصر المعلومه السريعه النهارده، مش المعلومه السريعه، بنحكي لحد بنقول له حكايه وجاي افرط في الحكي ليها هيقول لك هات من الاخر، ها ايه اللي حصل؟ ما عشان حضرتك اللي احنا قاعدين قدامه. ايوه دي المشكله، اصبح في فعلا عائق وفي تحدي كبير. يعني انا واحد من الناس بأشفق على اولياء الامور اللي بيربوا اولادهم في الوقت ده. لما بيحصل تهاون او تخاذل لدور الاب والام في حياه الطفل غصب عنك هتيجي وقت وهتاخد مجهود وطاقه علشان تبدا تعدل الخلل ده وتفرض سيطرتك تاني على الطفل. طيب بما ان احنا بنتكلم عن دور الاب والام واحنا بنتكلم برضو كان جزء الاخر من السؤال، هل ده طبعا لاولياء الامور، هل نزلتوا على تليفوناتكم التطبيقات اللي بتبقى يعني مراقبه الاطفال والحاجات دي او اللي بتبقى مربوطه بتليفونات اولادهم؟ فنشوف برضو في تعليق بيقول صباح الخير، ده طبعا عبد الرحمن اسامه، صباح الخير، اولا هو بابا ما نزلش تطبيق المراقبه، ثانيا انا ما بلعبش كتير على التليفون عشان مركز قوي في المذاكره عشان الامتحانات ولازم بيتكلم فكره الوعي بشكل عام يعني. وفي حد تاني بيتكلم انه لا صباح الخير، صباح الخير طبعا استاذ عبد الحكيم فهيم الحايس، بيقول كل واحد ليه حياه شخصيه وممنوع الاقتراب من حياه الاخر، باختصار صحيح. الكل عارف الصح من الخطا. وهو دي اجابه شريف تايجر، يعني يمكن هو بيجاوب على ده بيقول الموضوع صعب اللي احنا نحتوي الاطفال، لكن بنحاول نقعد معاهم كتير واشوف بيعملوا ايه، بس لحد دلوقتي ما نزلتش التطبيق الخاص بالمراقبه، لكن لو عند حضراتكم نصيحه تقولوا لي ايه هي اللي اقدر اعمله يا ريت بقى بالمره نسمعها من البرنامج النهارده، ايه النصيحه اللي اعملها؟ وهل التطبيق ده رقابه؟ فكره ان انا هراقب علشان خاطر انا فوق راس ابني طول الوقت دي هي اللي مرفوضه. لان الولاد اذكياء جدا، ولو هو عايز يهكر البرنامج اللي انت منزله هيعملها. الفكرة وما فيها ان انا بعرفه او بكون على درجة من الوعي اللي بتقوله ان انت طلبت الموبايل صحيح. وانا ما تأخرتش وجبته لك، فكونك ان انت تمسكه في ايدك هو في حقوق زي ما انت طلبت حقك واخدته، فانا كمان محتاجة حقوق معينة صحيح. رقم واحد ان ما فيش اي ابليكيشن هينزل على الموبايل غير بالاتفاق ما بيننا. رقم اتنين ان احنا حتى لو شفنا واقتنعنا احنا هنبص على السن اللي مناسب لينا ان احنا ننزل الاب ده او ننزل اللعبه دي ولازم تلتزم بده. تحت 18 سنه ممنوع يبقى ممنوع، تحت 12 سنه ممنوع يبقى ممنوع، مفيش حاجه اسمها الشغف والفضول هيخليني ان انا اشوف. لا خالص، ما انا لو لقيت حاجه تحت 20 سنه هجري ابص اشوف ايه. حسب لو هو طفل، هو لو طفل انا دلوقتي بقول له حبيبي التعليمات بتاعه اللعبه 1 2 3 وليه انا لازم ارضي فضول ابني؟ ما هو انت يعني انسان عدو ما يجهل بالظبط، هيدور وراه من باب ان هو حاجه مجهوله فهو عايز صح. يجربها، لكن انا لما ارضي الجزء ده عنده ليه بقى؟ علشان عليه ضرر 1 2 3 وهيعلمك العنف وهياخد من وقت المذاكره وهيتعب لك عينك والكلام ده كله. انا ما عنديش مشكله ان احنا ننزل لعبه بديله ليها نقدر ان احنا ناخد الوقت بتاعها ونقدر نلعب صحيح. بخلاف كده لا، يبقى هنا انا عندي حاجات كتير. تعاملك مع السوشيال ميديا ما ينفعش انت تصور خصوصيه البيت ولا تصور نفسك ولا تدي بيانات خاصه بيك او بينا لاي حد مهما كان، حتى بياناتك على الفيسبوك ولا اسم المدرسه ولا انت ساكن فين ولا الكلام ده كله. والامهات اللي بتسيب اولادها يروحوا يشحنوا الالعاب ببجي والكلام ده كله انا جات لي مشكله من شهرين ثلاثه، ولد كان هيتعرض للخطف بسبب ان هو برضو عنده 12 سنه ومش مسموح له ان هو يلعب حتى ببجي، ونزل واتفق مع حد هيروح يشحن له اللعبه في عربيه كبيره، لولا ان اخته الكبيره كانت واقفه عنه بمسافه فضلت تصرخ، عربيه زي ميكروباص كده وفتحوا الباب وكان عايزين ياخدوا الولد بالعافيه.
وهو هو اللي كان بيتكلم معاه وبيتواصل معاه، قال له انا داخل عليك دلوقتي مشهد مرعب، الولد نفسه بقى في صدمه ومش عايز ينزل من البيت. ده سببه اللي احنا حياتنا اصبحت على المشاهد بالظبط. يمكن التيك توك وغيرها من البرامج النهارده احنا بنشير حياتنا واللايف ستايل بتاعنا. ما هو ده المحتوى، او مسمع ده المحتوى اللي انا قلت لك من شويه، ايه ده غير المحتوى، لان المحتوى بيأثر لك على الجانب السلوكي، من انحرافات سلوكيه ومن انحرافات جنسيه ومن مشاكل كتيره جدا. طبعا طبعا صحيح. اكيد. فلازم يقنن وفي نفس الوقت يتابع من الاهل من غير عفوا من غير مراقبه ومن غير ما احسس الاولاد انه في حد قاعد فوق راسك زي ما حضرتك قلت يا دكتور. لا انا مش براقبك، انا بتابع معاك بالظبط. فطبعا هنشكر حضرتك جزيل الشكر، ربنا يسلم كده الامور ان شاء الله. دكتوره سهام حسن الاخصائي النفسي وتعديل سلوك الاطفال، نورتينا يا دكتور. ميرسي يا حبيبتي. نورتينا يا دكتور سهام، شكرا.